بسم الله الرحمن الرحيم. بو عبيد المسكيني فاعل تربوي بمديرية إقليم سلا. في الحقيقة أنا جد مسرور بهذا الحفل الذي تنظمه مدرسة الجيل الجديد العيايدة، والذي يهم مستوى الثاني ابتدائي. في الحقيقة نيابة عن جميع الأمهات والآباء، أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأطر التربوية والإدارية بهذه المؤسسة. بكل صدق رسموا على شفاهنا ابتسامات رائعة جدا من خلال هذه الفقرات التربوية الرائعة. حقيقة الأنشطة نوعية تم تقديمها في هذا المساء، والتي تهدف من أبرز ما تهدف إليه هو الرقي بالفعل التربوي داخل مؤسساتنا التعليمية. شكرا للجميع، شكرا للطاقم التربوي، شكرا للطاقم الإداري للمؤسسة، وشكرا لجنود الخفاء الطاقم التقني. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Let's go.